السلام عليكم. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدي الكرام متابعي الأوفياء قناة زوزي التشاوية. اليوم جيتكم بهذا التقاليد والعادات والتراث واللي هي فتيل تاع البربوشة ولا الكسكس للعرس. هذا التقاليد يعني بزاف كاين اللي يديروها وكاين بزاف اللي قاطعت عندهم. اليوم راح نجيب لكم التقاليد تاعنا، غناء الشاوي تقليدي، بربوشة شاوية تقليدية أصيلة صفرة ما شاء الله من أيادي الفحلات الشاويات. أيسما أيثما سوسيغ دوي غاوند تقاليدنا نوزيك مشان توجاذي العرسنا. العرس يعني تملايمت الخالات وتوجاذنت أبربوش العرس ولا تيقنت زيك تيقنت توجاذنت الصيف إني العولت أساو سيرد أشم سعتنا مشان تيك أبر بوشتنا العراس. هنا كما راكم تشوفوا أحباتي في الله رانا نوجدو باش ننصبو صبحة تاع الفتيل. الله الله قطعنا البصلة الثوم الطماطم باش ننصبو للصبح. كاين اللي يدير بربوشة وكاين اللي يدير شخشوخة. هنا يا بسم الله على بركة الله كما راكم تشوفوا ديناها بسم الله والصلاة على رسول الله بالأغاني التقليدية هذه ونديرو شوية حلوة وشوية طمينة. بسم الله وبالله قدمنا رسول الله هسه نفتل العرس نكاروانوما نكاروانوما هنك قليلنا الفال ويذا ضمين ويذا ضمين ويذا الحلاوات قليل تشيهن قليل مجريهن دهان مايا هاتا يا ويدا غنجان داري السمان الكيسانة يا هنا نجري بيد السيارة تبان يدوي سرع لاباس التاز بربوش نس زور قلي ها أقل من شاطر عشمان يقل له وقلان يقل الذوين لك لان غير لالا الذوين لك لان بربوش نس داز تحلا ها هيا يتيد عموم تيس كل دي دلان داي عموم تيس داي. أروح الصحة بارك الله فيك. التماس المسلي. التماس المسلي هكا هو سيد. كل شيء لمبة. عقوبية إن شاء الله ينتهي الباك. إيه إن شاء الله. تاوي الباك. أو تقرا لي الجامعة. العقوبية في مردين الكلام الدارو. إيه. الشباب. إن شاء الله. إن شاء الله عاودنا حنانة. هماية. ايه كان قرا ثاني عمتي سنا مسلم لكن دخلت قل عرسي من ميس ومن ميس دير هذا الغرز دير خارج هذه روح وسنق الطوموبيلات وسنق الفرح دام قران ان شاء الله ان شاء الله ربي يحمي ان شاء الله ان شاء الله تحضر ذا وقلا دير خارج تحضر ذيك العرس من دار من دار ان شاء الله ايه كما شفتوا احباتي في الله هذا هما التقاليد تاعنا تقاليد الشاويه في الفتيل يتلموا نساء تاع العائله كامل ونعرضوا يعني لا فامي كامل باش يجيو حتى هما يعاونوا ونجيبوا القصاعي هذا تاع الخشب ولا القصاعات العادي نجيبوا الغرابل اللي راح نحتاجوهم في الفتيل تاعنا كما راكم تشوفوا ونفتلو البربوشه تاعنا كاينه اللي تفتل وكاينه اللي تمحص وكاينه اللي تفور. اول حاجه واش راح نديرو هاي البنات هي نصيحه اللي قالتها لكم خالتي هي انكم لازم تفوروا شويه السميد تاعكم باش كي تجيو تفتلو ما يتكعبر لكمش هذاك يعني البربوشه تاعكم ما دير لكمش الكعبر. هذه هي نصيحه اللي قالت لكم باش تجيكم البربوشه تاعكم مليحه. وشوفوا يا البنات ما شاء الله ما تكبرت لهم ما والو لانهم فوروا شويه كسكاس يعني على كما قالت لي خالتي قالت لي نديروا كسكاس مفور يقابلوا زوج كساكس ماهمش مفورين هكا. هذه هي البربوشه تاعنا شوفوا بعد ما فتلوها يا البنات جات ما شاء الله الصفره. النوع تاع السميد اللي داروه هو سميد كنزه
تاع 25 كيلو شراو بزاف. شوفوا ما شاء الله جات كل حبه وحدها درك يعني كي يكملوا كامل يفتلوا تجي وحده تمحصها بالفارينه ولا بالنشا. بما انه كاين بزاف اللي يحبوا الشاويه تاعي راح نهضر لكم شويه بالشاويه وشويه بالعربيه. انا مشاهده قالمت اي ثما يعني تاويد الخلاث ود نتاوي الزيزاوين شان تاويد زيزاوين نقشو تاويد زيزاوين ود نعرض العراش ان اجمل الخلاث هذه فثلن ود ملايم انت ديك التويزا ود فثلن مشاش متنيغ مشا دياس وبربوش انكم احلى لازم تفورمت السميد النوني يعني تفورمت اكس كاسن السميد افي قابل سن اكس كاسن السميد يعني واحد تخلط مقارن بعضاكم باش وليت كعبارش العجين النون يعني باش وليت كعبارش وبربوش النون ودياسي حلا وفندي سراقاش لاباس يكعبار امشاه التقالم تدي التقاليد النانوزي كني شاويا انتو جادئي العراس ان شاء الله هذه دوم ربي ان شاء الله في لنا الفرح ودياس الخير لهنا ان شاء الله السعد مبروك ان شاء الله ونوجد أبربوش النامشة تقالة من فتل الانتيك قليم وامان وبعدها كان نفتل يعني الفتيلة هي سهل عادني قرق قليم وامان ونبدأ يعني مشاه تقالة تدخل لها ضمتها ما سوف وسفتل انت مليح ومن بعد هذا فتل انت فتل انت ذوك سقاض يعني قرفاض وسعدان قرفاض يعني ذوك سقاض المهم نشو السيناش يمراك متسعتن خالتي مليح مليح جابربوش السيناش مليح يمراك متسعتن خالتي مليح مشاه تيقنت أبربوش دات فتلنت درت قليم وامان ومن بعد درت فتلنت قليم مليح ومن بعد درت قرنت السميد كل هيش تهتيق الخدمه يعني كل هيش تفتلات تعاود دات سرق الكميه نو بربوشنز وتسرسيت ذي الزوا يعني تسرسيت في الدرا وتمحصنت السلفارينه يعني سنشات محصنتي مليح يعني تعاود دات فتلنت اتفتلنتيت باش اتزد حبوث النس تحكم الروح النس وتفسيش امكشه تقالم تذو هذا بربوشنا يعني ما شاء الله تانش تعوانا غادي سنتقلي ساعه ما ساعه ما ساعه سرسيه بربوش دي الزوايا يعني دي السنيايا المهم امراه اش متسعتن خالتي مشافت لنت ها قال علينا زرد يا سب سقال نمر 14 ايه 16 ونعاود 25 تانش تعوانا غادي بربوش هاد تايا المرا هاي تابر بوشت المرا تترفض وتزرد تابر بوشت نرفض بسقاد 14 نتعاود دي 16 وانت نستمر نتعاود دي 25 المرضي ونرفض برفاد اهتر دي مرضي تابر بوشت وتنبرم اقرا تفور وجد ناس يخفى من الذبيح مسعود ايامها الخير لا يتلعبها بقدامها الحجلة من صابها يسألها مبروكة هذا جابها يا عين الحجلة من صابها يجعلها مبروكة على جابها هذا الدار ومحلها مولاها حبيب الله عامرها له يا ربي عامرها له يا ربي بالقران وذكر الله مولاها حبيب الله عامرها له يا ربي إبا مرهانو يا ربي إبا القرآن وذكر الله تتمدى من يخشان تغني إبا القرآن وذكر الله يا ذا الدار ومحلها ما ولها حبيب الله عامرهانو يا ربي عامرهانو يا ربي القرآن وذكر الله أصغرتوا أصغرتوا بالقرآن وذكر الله يا ذا الدار ومحلها ما ولها حبيب الله عامرها له يا ربي
يبان قران وذكر الله يا ذا الدار ومحلها ما ولها حبيب الله عامر هالو يا ربي عامر هالو يا ربي بالقران وذكر الله يا الدار محلها ما ولها حبيب الله عامر هالو يا ربي ذكرنا عامر هالو يا ربي بالقران ذكرنا ربي حبيب الله عامر هالو يا ربي عامر هالو يا ربي بالقران وذكر الله القران وذكر الله يا دار محلاها ما ولها حبيب الله عامر هالو يا ربي كما شفتوا احبتي في الله اغاني تقليديه ما شاء الله. بلا ما ننساو ابنت خالتي دارت اغنيه جديده على فلسطين ما نسيناهاش حتى هي، راح نخليكم تسمعوها وان شاء الله تنال اعجابكم. يا سلاح وراح يحارب اي فالكفار المقاومة يا الحرار والجهاد في سبيل الله ابن عبيدة يا سلاح يا حراح يحارب اي فالكفار المقاومة يا الحرار والجهاد في سبيل الله مجد الأقصى ويا قبلاتي المسلمين حاربوا حاربوا يا المؤمنين وقتلوا هذوك المجرمين مرم درخيش ابن عبيدة يا سلاح وراح يحارب اي فالكفار المقاومة يا الحرار المقاومة يا الحرار والجهاد في سبيل الله المسجد الأقصى يا قبلة المسلمين حاربوا حاربوا يا المؤمنين قاتلوا هذوك المجرمين. هذه هي الأغنية تاع بنت خالي اللي دارتها جديدة على فلسطين الشقيقة. إن شاء الله ربي ينصرهم إن شاء الله يا ربي ويرجعوا لحياتهم اليومية. دائما كما قلت لكم باللي فلسطين دائما في القلب مذكورة، يعني ولا نذكرها دائما في الأفراح تاعنا ولا في أي مكان. متواصلين مع الأغاني الشاوية، يلا مع بعض. قال علي خوف علي سبق ربي والنبي ما بحايم ودمع صاد قال علي خوف علي لا تعر ساس عاد ايامها الخيل علي تنعب يا اللي قدامها ليت عرس أسعد أيامها يا الخير ليت ترقص قلبي قدامها. الناس الزغريت مشات قال من بعد ما هنمير انفذ لبربوشنا وهن محص اهنقر اذي فور وهنقر زنقندراوات وهنجا ذي قار. كما راكم تشوفوا احبتي في الله بعد ما نكملوا البربوشات تاعنا راح نمحصوها ونفوروها ونحطوها فوق الدراوات باش تشيح
وبالصحة والهنا وإن شاء الله العقوبة الكامل للشبيبة إن شاء الله. ما تنسوش أحبتي في الله الدعم للقناة والضغط على الجرس باش يوصلكم دايما جديد. مع السلامة.